خويا سبحان الله العظيم جا في هذا الشيء سخون معايا شوف فاز كامل مسكين شوف كامل في زوج جا كيلعب حدايا وكيغوت وداخل ما عرفتو ماشي يسخن وقيلا خصو ياكل الزرع ولا خصو يسخن وحدا من الجيش تخبى مسكين من البدو وش شوف هو بعد شتا السينا شوف سبحان الله العظيم والله الاخوان هادشي عجيب عمري شفت الطايه يجي عندك من الزنقه يدخل عندي باغي يتخبى سبحان الله العظيم خصو يسخن خصو يسخن تكافز انا نشد لوبه ما يعجبو الحال مش عايسخن لوبه الله العظيم واو كيف تعلش الشمس كيف هنش وفي قال صح البسخانة سبحان الله العظيم وبدو الشتا بزاف هو يدخل هنا هنا جبد دفء الحانة سبحان الله العظيم وانا جالس ودخل ومشى ماشي هاب دخل وبقى كيتقنس هنايا ومشاهده وجاهده ومن بعد جا جلس ها فين هو كيسخن السخان مغاطو على داكشي وهاد الفليسة تاع تفقسو داي هاد الصباح هذا كيما كتعرفو عندنا الفقاصة هاد تفقسو هاد الصباح هذا 8 بيو هاد تمشي في الفقاصة ديال الغيط خاشي راسو مسكين تحت الجناح ديالو وناعس بعدو كنسخنو شوية شتو يا وزان كمسكين تالف في البيت ونسخن كنسخن وحدة السخن كما تشاهد مخدم شي سخون مزيان انا جبتو لهاد الجهه هادي ملي كتجيبوه وتحطوه واحد البلاصه ما كيهربش جبتو لهاد الجهه هادي الجهه هادي اللي فيها السخانه بزاف فهمت
هو ماما يطمع بور دخل عليه الشخص بحال الله بقى عندي من عند الله. وهذا كنظن سبق لي شبهتو نيت شحال هذيك واحد الله سبق لي شبهتو حطو ليا هنا داخل فهمت. كنظن هو شي جوج مرات انا كنجيبو كيدخل وكيخرج باح كان هو ولا انت ديرو هنايا يجي ديما يدخل هنايا فهمت. وسبحان الله بحال اللي قرا فينا لا مال فهمت. يعني كيشوف راسو كيدخل وما كيقتلوه شي ما كيشبهو هو شي ساعه بقى كيجيبو يجلس هنايا فهمت. وانا جالس الشتا كطيح بوحديتي داك كنشوفو دخل عليا كيغوت عليا كيهضر معايا سبحان الله. قفاف واحد الباب وبقى كيهضر طيب الزنقه هذا ما كيتهباش ياك راسكم تعملوا في قفص كيموت. قالوا له مقرن وقيل انا ما كذبتش عنده اصوات مزيونين هذا بايلتي سخنتو بيدي وحطيته فوق مخده دابا طلع ما طام والو ما حطيتو اقسم بالله الاخوه حطيته هيدا ما طامت حالك ما والو سبحان الله بيدخل عندي في الباب بحال بحال ما الله اعلم بحال كيقول لك خليني سخون ما طعمش سبحان الله بقى كيهضر كيهضر وبقى كيتقنت لي مع السكايات السيما فين كنت شفتو دابا ما حطيتو انا اللي هو فين طلع دابا شوف طلع فوق طلع فوق مخده وبقى جالس هو النساء ديالهم سبحان الله كيهز كيحق شي راسو فوق الجنحين ديالو حجة طيب ما مريض ما والو دخل عليه البرد بزاف ديال الشتا ودخل فيه وسمع لي كان نوضه وفطن شوف فطن ملي سمع لي كان فكر هذا انا نخليه يسخن تما شد الباب عند تبعو لي القطة تيسخن يخرج على خاطر فهمت وين الشتا اخوانا وين دابا كيفاش فيني لها باه حمت عليها ما مسكومش اللايف ها كيفاش فيني تم هنا هادي باه بقيت فيني هنا هادشي الساعه نحكو باللي خا مزيان غنزول هادشي من هنا باش نعاود نسكتو عليها الفلالس دخلناهم هنايا الفلالس عندي مشكل واحد هو هاد الزنق هذا كيقطع هاديك السيليكون ما خدمنيش شي سخان زفت تتحق الى غلقت القابس كامل اللي كتشوفوهم غلقت لهم ديك الطاقه هي بالحجر باح ما حدو باقي ما جابش الشارجر حتى يجيبوه انا عملت لهم هذيك باش ما يجلسوش فوق البوده درت لهم العكاكز والسخان بحال ولا ندخلهم السخان الكبير فهمت دابا هذا الشيء تعطي نتعلم منه باح درت غرقت قابي ديال الباب فين تم هنايا كما كتشوفوا معايا فين تم هنا فين تم داخل القنوته هادو حطيت عليها الباب اخوان ما كنقدرش نعد لكم اللايف هاد اليومين ما كنقدرش نعدي لكم هاد اللايف هاد اليومين الا كنت في الماكينه شي نهائيا ما كتشبهش شي مره ودابا ساعه كتقطع ودابا ساعه كتحطها كنت يعني هنا الا عملت اللايف غير بقيت هذا فلوق بلا نوايا الدايه جيبكم خليو لي جيم خليو لايك لعزكم شجعونا هادشي كاين شكا الله يعاون قوي الاخوه اللي كيدي لي الحمام الشيه هو قد الصخت سويف كبير قطاس السمك